اصابته في مباراه الاهلي ومصر المقاصه. دكتور اسامه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، طمنا وطمن كل جماهير النادي الاهلي على اصابه ناصر ماهر. برحب قناة النادي الاهلي وبشكركم على اللقاء دون، والحمد لله رب العالمين. بطمن كل جماهير النادي الاهلي ان ناصر تعرض لخلع في كتفه الايسر، ودي المره الثانيه، كانت المره الاولانيه مع بدايه تصفيات الاولمبياد مع الكابتن شوقي غريب في منتخب الشباب، ودي المره الثانيه، فالحمد لله تعذر علينا ان احنا نرجعها في الملعب، فاثرنا ان احنا نيجي المستشفى وناخد مخدر والحمد لله رجع ردينا الخلع، وحاليا هو بيخضع لعمل اشعاعات للاطمئنان على الوضع. اخباره ان شاء الله. موضوع ان هو الخلع في نفس الكتف ده اكيد يا دكتور يعني ممكن يعمل مشكله للناصر، ولا بيتم التعامل معاه ان هو خلع جديد؟ لا، هو ما هو احنا ده بقى اسمه خلع متكرر، وخلع متكرر يبقى محتاج فحوص ونبص نشوف الحافظه اخبارها ايه، هل في اي تغيرات موجوده على مستوى الحافظه او على مستوى عظام المفصل والكلام من ده، وبناء عليه بنبني خطه العلاج بعد كده ان شاء الله. المده الزمنيه المقدره لعوده ناصر ماهر مره ثانيه على مستوى الخلع يبقى حوالي 3 أسابيع ان شاء الله. 3 أسابيع ان شاء الله. هل يعني الفتره هيحتاج بقى فتره علاج طبيعي بعد ال3 أسابيع، ولا الامر بيتم ازاي؟ وحضرتك في الفترة دي احنا دايما بنشتغل مع بنثبت او بنريح الجزء المصاب، انما بقية الاعضاء بتتحرك، يعني احنا هنثبت الكتف وانما هيبدا يشتغل على رجليه ويشتغل علشان ما يفقدش الفتنس بتاعه، وان شاء الله بعد ال3 أسابيع بيبدا يعمل شغل علاج طبيعي والكلام ده، ولكن بيبقى برضك موجود في الملعب، بنلبسه زي حافظ كده واقي للكتف، وبيبقى موجود في الملعب، بيبقى موجود في التدريبات ويعلي من الفتنس بتاعه لحد ما الامور بتبقى كويسه، وبعدين ينزل الملعب ان شاء الله. شكل الاصابه كان يعني مرعب شويه، الجماهير كلها اتخضت على ناصر ماهر، تعاملت معاها ازاي في ارض الملعب؟ وحاولت لا الحمد لله الحاجات دي قابلناها كتير يعني، فقصه بسك منه متكرر، فانا حاولت مره والتانية ما جاش معايا، فما رضيتش اقرر التجربه وقلت ياخد بقى مخدر، والحمد لله ده اللي فكرنا فيه والامور عدت على خير بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز استغل وجود حضرتك معايا يا دكتور ونتكلم على اجاي، يعني اصابه اجاي واجتهادات كتير وكلام كتير بيتقال، وتر اكيليس مش وتر اكيليس، كابتن سيد قال لنا ما فيش الكلام دوت، برضه حطينا في الصوره اكتر وطمنا. كابتن سيد طمنا، عايز نطمن برضه من خلال حضرتك. الكلام كتير قوي 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 والاجتهادات كتيره جدا جدا، ومحدش عارف الصح فين. المشكله بتاعت كابتن اجاي ربنا يشفيه ان شاء الله، عنده خلع في الوتر الوحشي اللي هو خلف عظمه الشظيه، وده بسبب مشكله في الرباط اللي بيسند وبيمنع التحرك بتاع هذا الوتر، واتعرض على اساتذتنا وقرروا التدخل الجراحي ان شاء الله، ان شاء الله نعمله غالبا في خلال الفتره دي اللي احنا فيها الاسبوع ده ان شاء الله. مده غياب جونيور اجاي، غيابه ان شاء الله بتبقى تتراوح ما بين 2.5 إلى 3 شهور، يعني 3 أشهر يعني ان شاء الله 3 أشهر ويبقى في الملعب بفضل الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. ان شاء الله بشكر حضرتك ونتمنى السلامه لكل لاعبي النادي الاهلي يا رب العالمين. انا متشكر لكم جدا، ونسال الله سبحانه وتعالى يقينا شر الاصابات ويمن على كل الناس بالصحه والعافيه ان شاء الله. شكرا. عفوا. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي.